السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. رضوان بوريان فاعل جمعوي داخل ارض الوطن وخارجه. اليوم اول حاجه كنبداو بها هذا الحوار هو اننا كنهنئوا جلاله الملك محمد السادس نصره الله سيدنا وتاج راسنا على هذا الفوز العظيم التاريخي اللي دخل به المغرب مصاف الدول الكبرى رياضيا. هي سلسله من الانتصارات المغربيه في مجالات متعدده. اليوم المملكه العلويه الشريفه كتبصم على يعني بمداد من ذهب على التواجد ديالها في المربع الذهبي لكأس العالم، وهذه سابقة من ناحية إفريقيا أو عربيا أو حتى إسلاميا حتى الدول الإسلامية. اليوم احنا كجالية مغربية كنا أولا متفائلين بأننا عندنا فريق قوي، فريق قوامه 26 جوار وجمهور عظيم جدا وقلوب المغاربة ودعاء الأمهات وصلاة الأجداد وصلاة الشيوخ وفرحة وابتسامة الأطفال حتى زغاريد الشابات. ولكن في نفس الوقت كنا واعيين بأن هذه المقابلة هي فخ اولا كرويا وسياسيا. كرويا لان الفريق المنتخب الاسباني فريق كيلعب جل لاعبيه شباب، وبالتالي حتى الفكره عليهم عارفينها ولكن ماشي لواحد الحد كبير. والفخ السياسي هو ان خصوم واعداء المملكه العلويه الشريفه قاموا بالترويج يعني مجموعه تاع التحريضات لا 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 داخل ارض الوطن لا خارج ارض الوطن، حتى ولينا كنشوفوا بان مجموعات رياضيه التراس بين قوسين كتخرج بيانات ضد الجمهور المغربي انه في حاله لخرج الجمهور المغربي. وحنا من هذا المنبر كنتمنوا ان جميع المواطنين المغاربه يرجعوا لديورهم سالمين غانمين، وان هذه الفرحه تكمل على خير ان شاء الله. كنا عارفين بان كاين واحد المشكل سياسي او لغم، وكنا بواحد الحنكه نتاع المغاربه المعروفه على المغاربه كافه انهم مغاربه سياسيين ودبلوماسيين. قمنا بالتنشيط لهذه المقابله بالرايه الاسبانيه والرايه المغربيه عرفانا لنا للفريق الاسباني بقوته وبمتانه العلاقات الدبلوماسيه، واننا حتى شي حاجه ممكن لا تفرقنا ما بين المغرب واسبانيا لا كانت امور سياسيه او امور رياضيه، لان ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا. العلاقات المغربيه الاسبانيه هي في واحد المرحله طيبه جدا. بغينا نعطيو ميساج حتى للشارع الاسباني بان المغاربه كيحبوا الشعب الاسباني نظرا للعلاقات القديمه المتجذره في التاريخ، كانت علاقات ثقافيه او حتى حضاريه اللي جمعتنا القرون عديده، وبالتالي حنا ما كنفرطوش في العلاقات نتاع الجيران، وحنا جار طيب جار اننا جار بار، وبالتالي كان خصنا لابد نوقفوا في الوسط ونتفرجوا في هذه المقابله. وكنا كنقولها من الاول اللي انتصر ولعب كره تنتمنوا له التوفيق. المغرب المنتخب المغربي كان باغي يفرح سيدنا، كان باغي يفرح الشعب المغربي، وتلو ذلك رجال لعبوا 120 دقيقه ماشي سهله، وفي التالي سلوا باشواء بضربات الحظ اللي كانوا متالقين. اليوم فرحه المغاربه كنتمناو ان شاء الله صادقين ان المغرب يبصم على انتصارات في الاقتصاد، في المجال الاقتصادي ومجال الاجتماعي، وان المغرب ان شاء الله نشوفوا شباب واطفال. اليوم حنا كنتفرجوا في هذا الماتش المقابله لقينا مغاربه، يعني كنقول لك كاين شي ناس ماشي كان حنا ما كنسوقوش الصوره تاع المجتمع المغربي، كاين الناس اللي ما عندهمش حتى باش يتعشاو وكانوا فرحانين، كنا كنبكيو ملي كنشوفهم كينشطوا وتيقولوا عاش الملك. من يريد ان يلعب على وتر التفرقه بين الشعب والملك فهو مخطئ. المغرب والمغاربه عرفوا عبر الزمان بحبهم للشجره العلويه الشريفه، وبالتالي حنا دائما ملكيين. وملي تنقولوا ملكيين ما تيجيش شي ناس كيقول لك بانكم انتم تلعبون على الوترين، حنا ملكيين وسوف نموت ملكيين، لان سيدنا تاج راسنا يقوم بكل ما يجب القيام به لاسعادات الشعب، وحنا من جهتنا كنباركوا له الله يبارك في العام سيدي، مبروك عليك الانتصار بالصحه والسلامه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.